يعطيكم العافية. أنا عند كافيه ريستور جوري، والمكان تو فاتح جديد في حي الداودي في منطقة المنصور، هذا شارع التانكي. تعالوا ندخل داخل ونشوف هالمكان الجميل. هذا هو شكل المكان الداخل، ما شاء الله المكان جميل، جلسة مريحة بعد، حلوة الأجواء داخل ما شاء الله، شايفين كيف؟ يا سلام على الأماكن اللي تفتح في بغداد حلوة. بعد ندخل على الجلسة الداخلية، هذه جلسة اندور أيضا جميلة، ومسوي لك بعد جلسة اوتدور بالخلف، اي حد يبغى ينعزل عن العالم يفصل يجي على المكان. بشوفكم شكل المكان من فوق ما شاء الله كيف هو جميل. يا سلام يا سلام، تشوفون شو نزلنا من اكل اللي عندهم ما شاء الله. انتم تشوفون لان اشوفها من الاطباق الجميله هذه، وين كلها عنجوري. يا سلام ما شاء الله. شيف العزيز معانا، شو هذا الاكل هذا كله؟ هذه هي سلطه جوري مع صوص البلينغريت مع الفروتي. اوكي هذا شو؟ ستيك لحم. هذا شو؟ سلطه سيزر الاعتياديه. وهذا شو؟ وهي كيف الدجاج بسر الرمان على الطريقه السوريه. وهذا شو؟ وهي تشيكن اعشاب. شيء بالاخر. الحين وقت العصاير والحلا، شوف المنظر. يا جماعة المكان عجيب ويستحق التجربة.